هو في ايه يعني بجد بجد في ايه يعني؟ هو ليه المصري كده بقى مستباح يعني؟ انا مش فاهم، احنا لسه طالعين اول امبارح بنتكلم على الشخص اللي ضرب المصري بالقلم وكان من الكويت، وقلنا ده ما بيحصلش. اتاري النهارده يطلع لنا واحد سعودي يضرب 2 مصريين بالنار، طب ليه يعني؟ ليه يعني؟ انا مش فاهم، هو المصري ده ايه يعني؟ ما خلاص ما بقاش في حد همه، ما حدش بيعمل اعتبار لاي حاجه. فاتنين رايحين يشتغلوا ورايحين على اكل عيشهم، يرجعوا في توابيت لاهاليهم. السلام عليكم اصدقائي المحترمين، اهلا وسهلا بيكم، حلقه جديده مع منعم. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويعني من شوية كده يعني نزل الخبر ونزل فيديو، والفيديو ده يعني هو مش صح خالص، يعني مش هو الفيديو الحقيقي يعني، لكن الحدث حصل أصلا. يعني اللي في فيديو نازل لحضراتكم بتشوفوه ده، الراجل اللي بيضرب بالنار وعمال يلعب، يعني ده كان في فرح في السعودية، وده اللي أعلنته وزارة الهجرة المصرية. طيب إنما القصة ما كانتش كده يعني، هم ده تركب على ده، لكن الحدث حصل أصلا. طب اللي حصل إيه؟ اللي حصل إن في 2 مصريين من محافظة نجع حمادي، الاتنين دول شغالين نجارين مسلح في السعودية، وده شأنهم شأن ناس كتير أوي بصراحة. يعني طائفة النجارين اللي موجودين في السعودية، المصريين يعني اللي شغالين هناك، سواء يعني اللي في طائفة المعمار عموما، عددهم كبير جدا موجودين في السعودية. طيب اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل يعني حد زي دول، يعني الاتنين اللي طلعوا دول راحوا هناك شغالين عشان اكل عيشهم وعشان اللقمة الحلال وعشان خاطر يعملوا قرشين يقدروا يعيشوا بيهم مستريحين، لكن مش رايحين عشان خاطر يموتوا ولا حد يضربهم بالنار ولا الافتراء اللي بيحصل ده. يعني ان احنا نلاقي الواقع يعني بالتفصيل اللي وصل لنا او بالمعلومات اللي وصلت لحد دلوقتي، ان هما الاتنين شغالين على انشاءات معينة تبع الكفيل بتاعهم، وحصل خلاف ما ايا كان سبب الخلاف، حصل خلاف ما بين الاتنين النجارين دول وما بين الراجل اللي الكفيل اللي هو اللي ماسك او المسؤول عنهم يعني. طيب طبعا حصل خلاف، ايه اللي يحصل؟ لا ولا مثلا يبقى في فض نزاع، ولا حتى مثلا اقول لهم لا خلاص ارجعوا بلدكم، ودي طبعا عيبه مثلا او كده، بس احنا بنتكلم على اقل العيوب يعني. لكن احنا بنتكلم بقى المره دي، لا ده الراجل قال لهم تعالوا انا عايزكم، تعالوا لي في الاستراحه بتاعتي وتعالوا نقعد نتكلم مع بعض، و بدون اي انسانية بدون اي تفاهم الراجل مسكهم هما الاتنين وضربهم بالنار، وكأن الموضوع بقى مستباح. طبعا عشان تبقى المعلومة كاملة، يعني الراجل الكفيل ده او البني ادم ده او الحيوان ده راح وسلم نفسه للسلطات هناك، ويعني او تم القاء القبض عليه، الله اعلم يعني مدى صحة المعلومة، لكن هو ده اللي اعلنته وزارة الهجرة المصرية، ان هو خلاص في يد السلطات السعودية وهيتم التحقيق معاه في الواقعة. وبقت حاجة بصراحة مستفزة وتخنق قوي، ان الواحد يحس ان المصري بره بلده الموضوع بقى ايه يعني، بقى يعني سهل كده وبسيط. والنقطه دي بصراحه بتستفز. ليه؟ لان اشمعنا احنا بنلاقي يعني، انا بصوا يعني انا طبعا انا بتكلم ومتضايق جدا، ولكن انا عارف ان السعوديين اخواتنا، والسعوديين طول عمرنا شعب واحد، ومفيش اي خلاف على نقطة زي دي، وان دي حادثة فردية والكلام ده، لكن ليه ما بتحصلش الحادثة الفردية الا مع المصريين؟ يعني ليه نروح في الكويت نلاقي الحادثة مع مصريين؟ ليه نروح في السعودية نلاقي الحادثة مع المصريين؟ اشمعنى يعني الحوادث الفردية دي تحصل مع المصريين؟ انا مش فاهم ايه العبرة او ايه السبب ده. وبعدين يعني بعد يومين بالظبط من وقائع الراجل او الزبالة الكويتي اللي كان موجود، فايه ده؟ ايه ده؟ ليه كده؟ ليه؟ انا مش فاهم يعني انتوا ايه الكيل بمكيالين ده؟ وليه بقينا نحس ان هل هي مصر بقت دولة الدول التانية بقت خلاص بتكره شعبها او بتكره اهلها؟
يعني ليه احنا حاسين بحاجة زي دي؟ كل ما نيجي نلاقي مشكلة يبقى فعلا لا انتوا بتكرهونا، بتكرهوا الشعب المصري، بتكرهوا اهل مصر. ليه يحصل كده؟ ليه يعني بمنتهى المهانة كده ان اتنين رايحين عشان يكونوا مستقبل، عشان يعيشوا عيشة كويسة، او عشان يشتغلوا؟ هما ما بيشحتوش، هما بيشتغلوا، الناس راحة تشتغل. انت لو مش محتاجهم ما كنتش خدتهم اصلا. فاتنين رايحين يشتغلوا ورايحين على اكل عيشهم، يرجعوا في توابيت لاهاليهم ازاي يعني؟ ازاي؟ ما كان بمنتهى العقل كده، بمنتهى الإنسانية، مش الوحشية والحيوانية اللي موجودة دي، ان تلاقي خلاص يا جماعة مش هيناسبني كده، ارجعوا بلدكم تاني، الموضوع خلاص ما مش هينفع نشتغل مع بعض. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة انما اقعد واموت واضرب واقتل والحاجات دي؟ ليه يحصل كده؟ ليه المصري يحصل له حاجة زي دي ومن دول يعني اهلها كلهم قريبين مننا، يعني احنا بنعتبر ان الناس دي شعب طيب وشعب كويس، ليه يحصل حاجة زي دي؟ ولو هتقول لي حادثة فردية، ليه الحادثة الفردية بتحصل مع المصري بالذات؟ ليه مع المصري بس اللي بتحصل الحادثة الفردية دي؟ ليه ما بنشوفهاش مع مواطن امريكي؟ ما بنشوفهاش مع مواطن باي جنسيه تانية؟ ليه ما بنشوفش الكلام ده؟ في النهايه انا ما عنديش كلام تاني اقوله، وبصراحه الموضوع بقى مستفز قوي ويخنق قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.